السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيف ديما اليوم كيف ما كتشوفوا غنحضر معكم صاب اللي كيجي زوين وكيجي رائع، وحتى في المذاق ديالو كيجي لذيذ البنات، يعني كيجي رائع وكيف ما كتشوفوا حتى الشكل ديالو كيجي زوين بزاف. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع مكونات وطريقه التحضير، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، واللي مازال ما اشتركش يورك على صابوني على الجرس باش يوصلوا كل جديد. هنا كيف ما كتشوفوا عندي كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال السكر كلاصي، وعندي زبده ديال 250 غرام، تقدروا ديروا الزبده اللي بغيتوا. عندي فانيا، وهنايا البنات عندي الروح ديال الكراميل، وعندي قبيصه ديال الملحه، وجوج بيضات. ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخد الزبده اللي كتكون هي دايبه البنات، كتكون على حراره المطبخ كتكون دايبه باش تجيكم سهله في الخدمه. غندير لافاني، وغادي نضيف كاس ديال السكر كلاصي، غادي نديرها مزيان، غادي نعجنها مزيان مع سكر كلاصي، حتى السكر كلاصي كيدخل ليا مع الزبده، والزبده ما كتبقاش ليا بحال كقاصحه، يعني كترطب كيف ما كتشوفوا. صافي غنستمر بحال ما هكا حتى دلك ليا مزيان هذيك الزبده. نضيف قبيصه ديال الملحه، كما كتشوفوا بدات كدوب لي الزبده ديالي، داك السكر كلاصي بدا صافي دخل ليا من الزبده. نضيف الزيت، هنا البنات هنا فين تدلكوها مزيان باش الزبده ديالكم وداك فاش كتخلطوا المكونات كاملين وكدلكوها مزيان، يعني هذه هي الوقت باش خاصكم تدلكوها مزيان. حيت فاش كديروا الدقيق يعني صافي كتجمعوا غير العجينه، يعني هي حقاش العجينه ديال صابلي ما كتبغيش تدليك بزاف، يعني من الاحسن فاش تكونوا كديروا في الزبده يعني تخدموها مزيان بيديكم من الاحسن، حيت الا درتوا الدقيق وعجنتوه بزاف فاش كتشكلوا صابلي ديالكم وتدخلوا الفران كي داك الحجم ديالو كيصغر، ما كيبقاش بنفس الحجم اللي كنتو درتو فيه الصابلي ديالكم. من الاحسن ده باش خدموه بهذه الطريقه اللي كنخدم بها انايا، حتى كتولي عندكم الخليط كيولي عندكم بحال كريمي، يعني كتولي ما كتبقاش الزبده بحال هكا قاصحه ولا شي حاجه، كتولي عندكم كريمي. المهم غنستمر بالطريقه هذه، وديما تخدموا بالكف ديالكم مزيان، حيت الا خدمتو كتخدموا بالكف كتجيكم ساهله. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، ضفت البيض، ضفت البيض ديالي صافي، وبديت كنخدم بحال هكا مزيان كيف ما كتشوفوا الزبده كيفاش ولات عندي. كتولي كتجيكم ساهله فاش كتطلق بحال هكا كتجيكم ساهله، وحتى الزبده الا كانت في حراره على حراره المطبخ كتجيكم يعني ما كتجيكمش صعيبه في الخدمه ديالها.
وبالنسبة للنكهة ديال الكراميل اللي درت انا البنات، قدروا نتوما ديروا غير فاني اللي ما عندهاش الروح ديال الكراميل، اما اذا كان عندكم يعني تقدروا ديروه كيجي زوين، الا ما كانش تقدروا تعتمدوا عليه غير على فاني صافي، كديروا غير شوية حيت هو اللون ديالو وفي المذاق ديالو كيجي مجهد، يعني يعني كديرو غير شويه. هانتوما كيفاش كتشوفوا كل العجين ديالي كيفاش ولا عندي. هنا البنات غنبدا نضيف في الدقيق، انا غنعبر معاكم بالكاس ديال العنبه باش تشوفوا شحال غيجي، شحال غادي العجينه ديالي شحال غتهزلي ديال الدقيق. غنعبر لكم بالكاس ديال العنبه، هنا البنات ما كتعجنوش يعني ما كتعجنوش العجينه، كتجمعوا غير بصبيعاتكم صافي باش تجمع لكم العجينه صافي، يعني ما كتحتاج لا دلك لا شي حاجه اللي كتحتاجو في الاول، اما دابا فاش كتكونوا ديروا في الدقيق ما كدلكوهاش، غير كتجمعوا العجينه صافي. ما كتشوفوا بدات كتجمع ليا العجينه، والدقيق البنات يعني كل مره الدقيق اللي كيكون كنخدمو بيه، يعني الدقيق ما مبقاش على حسب الدقيق اللي عندكم، يعني واخا كتشوفوا انا يعني عبرت لكم بالكاس ديال العنبه، ولكن ديما الواحد يبقى يهز الدقيق وكيخلط وكيشوف كيف ما كتشوفوا صافي. دي العجين ديالي كتجي ما كان ندير ليهاش ما كان نقصحهاش انا بزاف، يعني كتبقى خفيفه كيف ما كتشوفوا باش كتجيكم سهله في الخدمه ديالها صافي. هنا كيف ما كتشوفوا جمعت العجينه ديالي، غادي نقسمها هانتوما، غنقسمها غادي ناخد الطرف هذا، الاخرى غادي نديرها في بلاستيك وغادي نغطيها حتى نحتاجها. انا غادي نبدا نطلق في العجين ديالي في صابلي ديالي صافي، غنطلقو باش نبدا نشكلو. الفران راني مشعل عليه، ما كت العجين الصابلي ديالكم ما كترقوش بزاف وما كتغلطوش بزاف، يعني بين وبين ما يجيش رقيق بزاف وما يجيش غليظ عاوتاني بزاف. هانتوما انا من بعد ما كملت هذا الشكل هذا ديال الصابلي غندوز لشكل اخر. هنايا كناخد البيض ديال البيضه كنخلطوه مزيان كما كتشوفوا، عندي اللوز ايفيلي او لا تقدروا تاخذوا الكاوكاو ايفيلي، انا هنا عندي اللوز ايفيلي، غادي نبدا نسرح في الصابلي ديالي في العجين ديالي
غادي نحتاج هادي باش انا نقدر ندير البيض ديال البيض، ف باش انا تما غنشوف كيفاش غادي ندير لي. صافي هنا غادي نطلق بحال الاول كيف ما طلقت الاولى. هنا البنات قدروا تاخذوا الورق ديال الطبخ ولا تاخذوا بلاستيك، المهم البنات غنسرحها ونرجع معكم. هنا من بعد ما سرحتها كيف ما كتشوفوا صافي غادي نبدا نطبع فيها. الا لصقات لكم هاد السميشو وديروا شويه دقيق فيهم باش ما يلصقوش. انا ما درت الدقيق لا ويلو، كنحاول باش ما نديرش الدقيق. هنا كما قلت لكم غادي ناخد هاد السميشه ديال الدهن، غادي نضيف هنايا في الجناب، غنضيف غير في الجناب واحد صافي. غادي نبدا ندير لها في اللوز كما كتشوفوا صافي. وكتقادو حتى صافي. انا الفراري شعلته كيف ما قلت لكم، غادي نقص عليه البوطه مزيان وغادي نضيف ليه هاد الصابلي ديالي، غادي نسالي كله ونديرو في الفران بما يطيب ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما اني طيب صابلي ديالي كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي رائع والمنظر ديالو كيجي غزال وكيجي مذهب كيف ما كتشوفوا. ما كنخليش يطيب بزاف، غنحتاج الحوايج اللي انا غادي نزوق بهم الصابلي ديالي او اللي غادي نزين بهم الصابلي ديالي. كناخد جوج معلقات ديال الناباج ومعلقه ديال الجليكوز اللي انا كندوبهم، كناخد شويه ديال الجلوكوز والناباج اللي دوش، كنزيد عليهم روح ديال فريز اولا الروح ديال الثومه اي حاجه بغيتو. انا اغلبيه كنخدم بالفريز اولا الفرامبواز، كيجيو النكهه ديالهم زوينين. هنا بالنسبه هنا عندي الشكلاط اللي انا دوبتو، وهنايا عندي الشكلاط اللي غادي نزوق به هادو اللي انا دوبت الشكلاط وقاديتو في هذا هادو. هادو بزاف البنات اللي كيتباعوا وفيهم اشكال وانواع ديالهم. انا خديت هذا، خديتو دوب الشكلاط وقاديتهم هنايا، يعني كتاخذوا الشكلاط كدوبوه وكديتخو شويه هنايا صافي. كتصاوبوهم حتى كتصاوبو كاملين وكتدخلوهم للكونجيلاتور او للفريكو، ومن بعد صافي كيشدو في راسهم، كيشد الشكلاط في راسهم كيف ما كتشوفوا على الشكل هذا صافي، وكتخرجوه. بالنسبه هنايا غادي نحتاج الزيت اللي غادي نزين بالشكلاط، غادي ناخذ هاد البغيون ديال الشوكولا، يعني خاص بالحلويات كيف ما كتشوفوا، يكون فيه هاد المذهب، كيكون بزاف ديال النواع فيهم. انا خديت هذا، وعندي هنايا باش انني غادي نقدر ندير البريون ديالي فوق الشوكولا صافي. غادي ندوز طريقه التحضير نوركم كيفاش كندير ان شاء الله لهادشي. بسم الله. هنايا كتاخدو شويه ديال الجليكوز والناباج كما كتشوفوا، كناخدو شويه ديال الجليكوز والناباج كنسرحو هنايا، هانتو معايا باش يبان لكم مزيان. كناخد شويه ديال الفريز او ناباج الجليكوز اللي قلت لكم صوبش، كنحط هنايا الوسط بحال هكا، كنجيب هادي فوقانيه صافي وكنحطها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي. غنكمل كل شيء بنفس الطريقه كيف ما كتشوف هذا، غنعاود معكم وحده اخرى. ناخذ الجليكوز والناباج نديرهم هنايا، كتكثروش بزاف يعني غير القياس اللي غادي يشد بحال ما هكا.
تاخذوا هنايا الوسط هكا صافي، وتحطوا هنايا الوسط في الماء. هانشوف معايا بالنسبة لهنايا ديال الشوكولات، غادي ناخد شوية ديال الشوكولات، ناخد شوية الشوكولات ندير هنايا شوية وسط ونحط عليه هادي. كما كتشوفوا ناخد وحدة أخرى، كيف ما كتشوف المهم هنكمل بنفس الطريقة وغادي نعاود نرجع معاكم. من هنا من بعد ما انا اللي كنسالي كنكمل هادو، غادي ندوز تزيين هكا، ناخدو هنايا هادي، ناخدو شوية هنايا كمل كلشي بنفس الطريقه. انا عاد نرجع معكم هنا من بعد ما ساليت صابي ديالي، كيف ما كتشوفوا البنات كيجي غزال على هذا الشكل هذا، كيجي رائع حتى في المنظر ديالو وحتى في المذاق ديالو، كيجي زوين بزاف. المهم البنات ما نطولش عليكم ونقول لكم الا عجبكم الفيديو ما تنساش خلي لي لايك، واللي مازال ما اشتركش عندي في القناه ديالي يورك على صابوني وورك على الجرس باش يولي يوصلو كل جديد. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو، تخليوا لي كومونتير اللي يكون زوين بحالكم، وغنقول لكم السلام عليكم.